من سيئة أعمالنا. أما بعد، أبو محمد يقول: رأيت أني أردت القرآن متغنى به وصوتي قوي لدرجة أني كأني أحفظ القرآن كاملا، وكنت أقرأ الكرسي والفاتحة وكأني حافظ القرآن. هو يقرأ الكرسي والفاتحة. ومن الأحاديث التي وردت في الحفظ والرقية الشرعية هي الفاتحة في صحيح مسلم والبخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما الصحابة عندما أرادوا استضافوا قوم فأبوا أن يضيفوهما، فلدغت أفعى كبيرة القوم فجاءوا به، فقالوا: هل تعلمون طبيب معكم؟ قالوا: نحن نرقي. فرقوه بالفاتحة، فعندما وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أدراك أنها رقية، وما أدراك أنها رقية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا لي سهما في هذا، اجعل لي سهما في هذا. وأما آية الكرسي، ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: ومن قرأها اقرأ الكرسي ولا يقربك الشيطان تلك الليلة. وحديث أبو هريرة رضي الله عنه في أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري، عندما كان حارسا على التمر، عندما جاء الشيطان بصورة رجل عجوز، بصورة رجل عجوز. المهم، فالكرسي والفاتح هي من يعني من الآيات التي ورد فيها النصوص الصحيحة في الحفظ. وأنه حافظ القرآن وتغنى به، حديث أبو موسى الأشعري: والله يا رسول الله، لو علمت أنك اسمع القرآن لحبرته لك تحبيرة، يعني لجملت صوتي جمالا عظيما لك يا رسول الله. وقد أوتي مزمار من مزامير آل داود رضي الله تعالى عنه وأرضاه.